بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إنا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى سارة الترمذي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في قيام شهر رمضان. وبه قال: حدثنا حناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في السادسة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تفوقنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن فصيح. واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع المثل، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم من المدينة، وأكثرهم أهل العلم على ما روي عن عمر عليه وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يفض فيه بشيء. وقال إسحاق: بلغت وأهدى 40 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي